سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير على بركة الله. اليوم حنوصي معكم وصفة صحية لأصحاب الرجيم والرياضيين. حندير معكم خبيزة بالفارينة، خبيزات عفوا بالفارينة الكاملة. الو مع بعض على بركة الله، يلا نتعرفوا على المقادير. عندي البنات 500 غرام فارينة كاملة، درت ماما هدية 500 غرام، يعد لها 4 معارف زيت كبار، زيت الزيتون تاع جيجل نموت عليها. يعد لها مغرفة كبيرة خميرة الخبز، يعد لها مغرفة صغيرة تاع قهوة، ملح شوفوا شحال، واحد ياوغت طبيعي، و400 غرام ماء دافي. حكمت الميزان، درت الكاس، عمرته حتى وصل 400 غرام، طفيت عليه. فوالا نبداو على بركة الله. في فيليان ولا في جفنة ولا ريسيبيون نوسي 500 غرام فارينا كومبلي، نضيف فوقها الخميرة كلش مع بعض، ندير فوقها الملح، فوقها زيت الزيتون 4 مغارف زيت الزيتون. شوفوا زيت الزيتون تاع الجيجل علاش نحبها، ريحتها الله يبارك، اون بلوس شوفوا اللون تاعها اخضر شباب بزاف. سترونيا هذا الخبز تاكلوه به غير بزيت الزيتون، يعني شيعه وشبعه. فوالا زيد علبة ياوغت ناتور. وشنو البنات حسب درجة المطبخ، نخرجوها ملقبل في الثلاجة ما نديروهاش باردة. لما عندكمش ياوغت ناتور عوضوها بمغرفة لحظة حليب خبرة، لكن هكذا تكون صحية أكثر. نخلط جميع المكونات، عطيت لكم مقادير مضبوطة. فارينا كومبلي ما تتغربل ما والو، هكذاك مباشرة. نبدا نضيف الماء 400 غرام ماء دافي، ماء دافي، أنا نقول ماء دافي، دائما نقول لكم ماء دافي، يعني ماشي ما يغلي، لو كان ديروه يغلي البنات يقتل فعالية الخميرة تاعنا. نديرو نلمو العجينة تاعنا ونبقى نضيف في الماء تاعنا 400 غرام حتى نحصل على عجينة متماسكة. نضيف بشوية الماء، هنا شوفوا البنات راهو الطريق راهو يتلاصق، بصح ما تخافوش دوك يبدا يشرب، مازال ما بديتش العجن، نلم العجينة تاعي شوفوا راهو بدا ينشف. شوفوا العجينة تاعي راهي خفيفة، شوفوا راهي طرية. هنا نحطها فوق طاولة العمل ونعجنها البنات، نعجنها بالتقريب هكاك 10 دقائق. نعجن البنات ما نقطعوش كيما نديرو الكسرة كيما نديرو، فوالا نعجنها قلت لكم لمدة 10 دقائق. واي البنات اي عجينة اي معجنات اي مخبوزات فيها ياوغت ناتور اعرفوا باللي حتخرج قنبله. الوغ البنات العجينه تاعي راهي صغيره، انا مولفه بعجينه كبيره ما عرفتش نعجن. اول مره ندير حاجه تاع الطل، فوالا تاع 500 غرام، نعجنها هكذا 10 دقائق ونولي لكم. فوالا البنات نعجنت العجينه تاعي 10 دقائق، شوفوا كاش ولات، شوفوا ولات طريه. واش نوصي دوكا نحطها في الريسيبيون ديالنا، ندير كميه زيت الزيتون في يدي، شوفوا كميه، ونحاول ندهن السطح ديالها فوالا بيدي، ونحطها ونغطيها تخمر لمدة ساعة ولا 45 دقيقة. عجينة الخبيزات بالفارينة الكاملة راهي تخمر البنات، انا او ميم طون راني نوسي كسرة، كسرة بالنخالة فوالا اللي ما نستغناش عليها او ميم طون. الوصفة درتها معكم البنات، أو ميم طون البنات نوجد ليمون اللي حندير فيهم الخبيزات. شوفوا عندي هادوما شوية صغيرين تاع لي تارتيلات، وعندي هادوما ندهنهم موديل تحبوا ديروا في هاد الموديل، واش عندكم البنات لكم الاختيار. شوفوا هاد البانسو بزاف عجبني، أهو الصق
شوفوا هكذايا شو القارورة، راح ندير فيها كمية من زيت الزيتون على او سليت. شوفوا بلو براتيك، نمسح يدي شوفوا يوقف بكل سهولة، نرفد وندهن فاصيل. مهو البنات شوفوا فيه طغر لداخل، هو راهو يسيل، شوفوا نعبز ها او يسيل وندهن، بزاف شباب وخفيف سيليكون. فوالا نحب نوريلكم كل حاجه جديده في الاسواق باش كي تشوفوها ما تعرفوا واش كاين، تعرفوا ما نتوما حاجه تعرفوها وروها لنا صافي بليزير. انا طفله صغيره نحب نتعلم، بلاش هذيك طفله صغيره صغيره تعرف حاجات انا ما نعرفهمش، الدنيا مدرسه. فوالا هذه هذا هو البانسو تاعي، العجينه تاعي راهي خمرت او ضاعت الحجم اني ندير لا فيديو وميم طون ناكل كسره تاع النخاله. شاهدكم بالجنة راهي طابت لي، شوفوا البنات دي هي هذا هو الخبز تاعي، نكسر التخمير نديكازيه فوالا، نحطو فوق طاولة العمل. البنات شوفوا تحبوا ديروا دي بولات، تحبوا توسو هاد لاستيس تاع الكاس، شوفوا نضغط ونكور هكذايا تجينا البول شابة. شوفوا البنات فوالا، نرفدها نحطها في المول، نضغط نضغط فوالا، نزيد وحده البنات شوفوا نحط نضغط ونرولي تجينا البول بزاف شابه منفخه بنفس الطريقه. نحطها في المول دهنته بزيت الزيتون ونضغط هكذايا فوالا. ان شاء الله تكون عجبتكم الفكره، هادو صغيرين نصغر فوالا ونرولي، شوفوا تجي لابول شابه، ما نعيو روحنا ما نتعبو روحنا. هاد الخبيزات بزاف بنان هكذا بنفس الطريقه، نكمل نعمر. شوفوا البنات طريقه الكاس، لازم يكون الداخل هنا ضيق والداخل يكون بومبي كيما هاد لي كوب. نكمل نحمم ليمول تاعي كامل ونولي لكم. فوالا هذا البنات انا عمرت ليمول تاعي بالخبيزات تاعي، نخلوهم 4 ساعة ولا 20 دقيقة يعاودوا يختمروا مرة تانية. ان شاء الله البنات عجبتكم هاد لاستيس تاع الكاس، تقدروا توسو تحموا بها حتى الميني بيتزا، انواع البيتزات كدوهم شكل دائري. ديما نجيب لكم لي زاستيس ما ندخل عليكم بحتى حاجة، نخليها تخمر 4 ساعة ونولي لكم. الخبيزات تاعي البنات راهم خمروا، شوفوا ضعف الحجم ديالهم، خلاص الكوشه تاعي راهي تسخن. شوفوا البنات كي تجي تحنا كي بداو يخمروا شعلت الكوشه، نحكم بيضه كامله، ندير كميه من قهوه كحله فوالا باش تعطينا هذاك اللون بملح. بالبانسو البنات نرفد الخبيزات تاعي، ندهنهم من الفوق هكذا. تقدروا البنات ماشي شرط ديروا هكا، تقدروا ديروا خبزات كبار فوالا هكذايا في اي مول عندكم. بنفس الطريقه ندهن كامل الخبيزات تاعي ونولي لكم. فوالا انا دهنت كامل الخبيزات تاعي البنات، فوالا هكذا البنات شوفوا عندي كميه من الشوفان. فوالا نحلو معكم، الشوفان غني بالبروتينات وصحي. فوالا حندير كميه فوق الخبز ديالي، الخبيزات ديالي هكذايا. تقدروا البنات تاني، انا للاسف ما انا اللي نشريها وليدي اسلام ياكلها باسكو يدير الميسكولاسيون. تقدروا ديروا لها داخل كيما الزبيب الاسود هذاك تاني بزاف ملاح، يجي بنا لداخل هكذا البنات. مباشرة في الكوشة ندخلهم الكوشة، ما نحلوش عليهم كأي مخبوزات، كي يشوفوهم حمار وتنفخوا حمار من تحت نشعلوهم من الفوق. ومن طون أنا حنشرب قهوة بالكسرة تاعي تاع النخالة. شوفوا البنات فوالا، فوالا البنات نطبوا لي الخبيزات تاع الفارينة كومبلي لأصحاب الريجيم والرياضة. شوفوا بسم الله ما شاء الله، شوفوا هذا جوست اون استوس درتها لكم في ليمول. شوفوا كاش طابوا لي الخبيزات هكذا باش نعرف تعرفوا واش تاكلوا فوالا. شوفوا شحال جاوا شابين، تقدروا توسوهم خبيزات شوفوا سخون
فوالا هذا وين خرجتو، شوفو خفيف بزاف الله يبارك، نشربو به قهوة، ناكلو به، نديروه دي ساندويتش هكذايا بحاجة صحية. فوالا شوفو البنات الشكل تاعو، راهو شهي فوالا، وشوفوا ريحة زيت الزيتون، جست نحيهم ريحة زيت الزيتون، رائحة بسم الله ما شاء الله، نحيهم كامل نخليهم يبردوا. شوفوا هادو الصغيورين تانيك، شوفوا كاش جاو، شوفوا كاش خفاف ام سخونين، نخليهم يبردوا ونتلاقاو في طبق التقديم. هذا هو الخبز الصحي البنات اللي درته معكم، راهو برد للبنات، شوفوا القوام ديالو الله يبارك، شوفوا خفيف. نقسم معكم البنات، هو خبز ماشي خبز صحي برك، وسينا هاد لاستيس هاديه باش يبان لكم مليح. فوالا شوفوا مقرمش من برا والطري من الداخل، شوفوا البنات الله يبارك، شوفوا كاش طري. فوالا شوفوا لا بروف، ها هكذايا قلت لكم لا بروف، ها فوالا بزاف بنين البنات. نقسم تانيك معكم حبه هكذا باش تشوفوا، شوفوا البنات بسم الله ما شاء الله صحي وبزاف بنين، تقدروا ديروا كميه كبيره. انا درت الطلب لاول مره ما عرفتش نعجن على طول، خاطر ما عرفت ندير كونتيتي اي با. البنات ديروا كميه وديروه في كونجيلاتور، تقدروا البنات ديروه مع الـ مع الـ مع الفورماج. فوالا لافاش كيري توم والاعشاب بزاف بنين، ندير كميه هكذايا شغل دي ساندويتش ناكلوهم مع الولادنا. تانيك بزاف بنات تقدروا ديروهم بالمعجون الصحي، المعجون نورمال لكم الاختيار. شوفوا البنات انكم تقدروا ديروه مع تشربوا به قهوه، قهوه وحليب مع الزبده تاع البقر. انا هذه هي هذا هو البريفيري تاعي، كسرة نخالة ولا هاد الخبز مع الزبدة تاع البقر البنات. فوالا شوفوها تتبع هكذايا، نديرو كمية فوالا، كي نتشهوها ناكلوها، نشربو بها قهيوة، كما انه نقدر نوسيها بالبيض تانيك، نقي البيض تاعي، ها تانيك البيض، نقطعها دي ترونش هكذايا. تقدروا مع الفورماج كذلك من الجبن، ونديروا اليت ساندويتش صحي يعني. فوالا هذا هو البنات، شوفوا شاهدكم بالجنه بزاف بنين. ديجا انا نسقط، شوفوا البنات انا نسقط حتى اللي ما على بالكمش بيها، انا سقاطة ندوق من كلش، خاصة تاع الصحية وتاع تاع تاع الريجيم. هذه هي الوغ البنات، ان شاء الله تكونوا تبعتوا الخطوات وتنجحوا في هذه الوصفة، طريقة جد سهلة، ما تقولوش نخاف، ما تقولوش ما نعرفش، سلكوها خطرة تخسر لكم، زيدوا الثانية معليش، الإرادة ثم الإرادة ثم الإرادة. قلت لكم تقدروا ديروا كونتيتي كمية كبيرة وتحطوها في كونجيلاتور، كل يوم تتجبدوا وتاكلوا، صحة وهنا على قلبكم، شهيتكم بالجنة، عدنا لمتوا حمات اللي تشهوا لي كوفخ، هذيك الوردة المقرمشة، عدنا الله غالب. هذه صفحة مأكولات يعني لازم نبارطاجي، لازم هكذا، ولا اللي قريب ليا مرحبا به، ندلو نوصلو حتى باب دارو، واللي بعيد تبعي الوصفة أكيد تنجحي فيها إن شاء الله. وكاين بزاف متتبعات الوصفة مكتوبة، ديما نقول لكم البنات نقدر فيا نكتب لكم الوصفة، لكن كاين حاجات دي زاستيوس لازم ترى بالعين المجردة، لازم تشوفوها بالعين، شوفوها بالعين باش تنجحوا في هذيك الوصفه. كي نقول لك المقادير هكذا وهكذا وهكذا والطريقه كيفاش، كاين دي زاستيس حلوه ولا اي حاجه، استيس صغيره هكا، حاجه صغيره تلاطيها الوصفه تروح لكم كامل يعني. ان شاء الله تفهموني ان شاء الله البنات اللي عجبتكم الوصفه ديروا لايك وابوني للقناه. وبكم استمر، دخلوا التيك توك، دخلوا الانستغرام. فوالا سلام، شوفوا لي ساندويتش تاعي.